ايوه الو ايوه معاك اهي يا زول الموضوع ده نسيته خلاص يا اخي بعدين دي موعد تضرب لي فيها خلاص اضرب لي الصباح اي يا زول ما تقول لي نصايح يا اخي انا ما داري منك نصايح اي انا البيت ما برجع تاني اي يا اخي ما داري منك اي نصايح انا اي نصايح دي احتفظ بها لنفسك يا زول هي ما تكتر معي عربي كتير يعني كتير لك بتكتش ولا كيف يعني هاي خلاص ما برجع البيت تاني خالص هاي برجع يا زول ما عندك شغلة ابوي ده قول له مع السلامة هاي الله يا زول قول له ابوي مع السلامة خلاص الموضوع انتهى ده شو ده يا اخي ده يحرق دمنا بالليل ده يا اخي سمعت التليفون ده انا سمعته من الو للسلام عليكم والله يا زول عنده مشكلة تو منصور ده بتعرفه كويس؟ والله صحبة معاينات لكن أنا بيني وبينكم سمعت تحت إنه أبوه من ناس ريال بلد من زمان بقول الجنة ده والناس لا يعني بتقصد شنو يعني؟ لا يعني مو شبه البهدلة آي لأنه الزول ده مجبور هدومه قاعد يوديهن الغسال والبوش ده بياكله كدي كدي بطرف أصابعي ده تحليل منطقي يقول انه منصور ده في مشكله مع اسرته بالتحديد مع ابوه خلاص يا جماعه انا بشوف من واجبنا انه نصالحه مع ابوه يا جماعه نمشي نعاليهم مع بعض يعني وانا عندي فكره مجنونه جن قوم يا بلا اقفل عليه باب الحمام من برا جدا اقفله في الحمام من برا وبعدين انا حوريكم نعمل شو تمام حمام وين؟ بسم الله بالله الحمام ما قدامك؟ حمامنا القديم لا؟ ما تحرك؟ لا موضوع دي الفكرة كلها في منتهى البساطة نطلع علينا بقتشين كويسات يا أخي دي فكرة جميلة هاي؟ وأنا من جانبي بالوسائل دي بقدر أوصلها بس نقول عايزين فيديا والله 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 العظيم دي مو طريقه يا اخي يا اخي معقول يا اخي تتكفلوني في الحمام يا اخي 3 ساعات يا اخي انا والدبرك انا والدبرك ما مصلحتك يا اخي مصلحتي شنو يا اخي مصلحتك اوريك حيحصل شنو هسه انا اعمل نفسنا عصابه مختطفينك وانت هسه عندنا رهينه واذا اهلك ما دفعوا فيديا ما حنفكك حنطالبهم ب 20 مليون لا لا 20 كثير 20 كثير 15 معقوله لا لا نزل حبه ثاني واحدة بيجي يا والدي ولدك رهينة عندنا لو ما تدفع الفدية ما حنفكوا عايزين كم قلنا 10 مليون جنيه تدفعوا الفدية نفكوا ليكم ما تدفعوا الفدية ما حنفكوا حنقتلوا السكاكين دي واسمع انا اوريك والله احنا ناس خسرين وعنا حمراء عليه يمين ولد كنا ما ندفعوا عكروا في الواقع ما يلتقي وكابتن كيم وده ذو خدر رئيس العصابة ذو خدر انت هذا كده ظاهر منو؟ انت كده وش عليك النبي؟ الله عارفوني بس خفي ما تخفي ابوي ابوي رسل الفدية عشان النازل حيقطعوا لي العزيزة ادفعوا الفدية خلاص يلا ارسلها بس خلاص ارسلها دقيقة انا ارسلها ليكم الساعة دي اللي هو بالوسائط طيب مشيت خلاص تمام كده ابوك وصلت الرسالة خلاص بس انا مخطوف كده ويقول لي رسل ايوه
نحن 10 بيرجعوا العنوان 10 بيرجعوا العنوان التقسيم كيف هذه معها نبتدوني كم لا ما كل واحد فينا مليون 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 ونقسم المليون اللي بفوق خلاص يعني انت مليون انت مليون انا كده معي علي 7 كويس لا 7 كيف ما في اثنين حقتان اسد الفكره ايوه مليون 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 اثنين حق اسد الفكره حنقسم المليون اللي بفوق كده طق عليك ثلاثه خلاص ما في مشكله مليون ايوه ويجي التليفون اهو ده مالي ده مالي ده اخوي ده اخوي ده اخوي ده اخوي ده اخوي الو هاي مدير الدفع يا ابوي ايوه قلت كيف لا حول ولا قوة الا بالله ماله لا حول ولا قوة ماله لا يا اخي ما قال يا اخي يحولوا له رصيد ب 5 جنيه ابوك ده عبير ولا شنو